بات ملايين الأمريكيين معرضين لخطر فقدان تغطية التأمين الصحي من خلال برنامج ميديكيد بعد انتهاء المهلة التي فرضها الكونغرس على الولايات بعدم إنهائه استجابة لظروف كورونا. وسيكون السكان في كل من أريزونا وأركنساس ونيو هامشاير أيدها وساوث داكوتا أول من يتحمل العبء الأكبر من عمليات الإنهاء، يليها 14 أخرى في مايو. التقديرات تشير إلى أن الإجراء قد يطال نحو 15 مليون شخص من ذوي الدخل المنخفض، على الرغم من أن عدة ملايين من الأشخاص يمكنهم العثور على تغطية في مكان آخر. ومن بين المعرضين للخطر 6,700,000 طفل على الأقل. الجدير بالذكر أنه تم تسجيل أكثر من 92 مليون أمريكي في برنامج ميديكيد والتأمين الصحي للأطفال في ديسمبر بزيادة 31% منذ فبراير 2020 وفقا لأحدث البيانات المتاحة من مراكز الرعاية الطبية والخدمات الطبية.